يجوز اكو يستحون يحكوها. ليش دائما نسمع مفردات ومسرح فقر مثلا؟ ممثل بدا يشتغل تلفزيون او دراما معود الله خلصنا فقريات كنت حصر عليه 1000 دينار. هذا اي حركه الثقافه العراقيه لحد الان. شنو فعلا هو المسرح فقر؟ لا 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 غير مجدية. يعني شنو غير مجدية؟ يعني الفن ما يخليك تسكن ببيت مهم. الفن ما يعيشك ويعيش عائلتك بشكل محترم في العراق. هذا بصراحة احنا نسمو بالمستقبل لأن يعني يكون لحركة الثقافة وحركة الفن العراقي اتساع حتى ممكن. يعني هذه قضية لها علاقة بالتطور الحضاري بالتطور الثقافي وبالإمكان مثل ما حاصل في العالم عندما يكون الفن له قيمة، المسرح له قيمة أكبر، التلفزيون له انتشار أكبر. أعتقد بالإمكان أن يكون الفنان غني غني وغني غني كبير. يعني أستاذ غانم إيش أضاف لك الفن؟ استفاديت منه أنت عن نفسك؟ ماديا لم أستفد تماما، ما زلت أجلس وأسكن في الإيجار.